لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. خمس أخطاء في الجزء الرابع لقيامة أرطغرل. أفجع مقولة زائفة على لسان أرطغرل. أهم موجز تفاصيل الجزء الخامس للمسلسل قيامة عثمان، حيث كشف منتج المسلسل التركي قيامة أرطغرل أن الممثل التركي بوراك سيؤدي دور البطولة في مسلسل قيامة عثمان، وتعاقد الممثل الشاب لمدة 5 سنوات مع الشركة المنتجة للمسلسل، وقد جمعتهما صورة مؤخرة بين المنتج والممثل ذات 33 عاما على مواقع تركية متنوعة. ولنكشف لكم أخطاء في مسلسل أرطغرل. لنسرة الخطأ الأول في الحلقة 104 حين ظهر ابن عربي مستعينا ببعض النصائح والمواعظ للإقناع ومستندا بقوله ساكت على الحق شيطان أخرس. هنا يظهر الخطأ حين أسندها بقولها حديث شريف، وهي ليست كذلك بل مجرد مقولة. وهذا الخطأ أراه عظيما أن يتجاوز التلفزيون التركي بشكل عام لما تنهجه سياسة حكومتهم واهتمامها في إعلاء نهج الرسول، ولكن في هذا المشهد هو إدعاء باطلا غير مقبول في شريعتنا، وعليهم معالجته ما داموا أحياء. الخطأ الثاني وهو خطأ تكنيكي غير منمق في الحلقة 109 عندما قام بعض رجل سعد الدين باقتحام قبيلة أرطغرل، وحين قام أرطغرل بإخراج خنجرة للدفاع عن السلطان وبعض لحظات بسيطة أشهر بخنجره مرة أخرى، والمشهد تكرر دون أن يقص بالمونتاج ولم ينتبه لها ولم يعالج. الخطأ الثالث هو في مشهد من خلف الكواليس أو ربما في بروفا للمشهد حين نسوا حذفه في الحلقة 114 عندما دخل أبو عربي على السلطان ليدافع عن أرطغرل، فقال له السلطان من أنت لتقتحم على مجلسي هكذا، فقال له أنا ابن عربي. ولاحظ هنا أن السلطان نسى النص لتكراره ابن عربي من. ثم بعدها مباشرة ظهر المشهد الحي الذي مفترض أن يظهره وعرضوه ضمن القص الأول، يعني قدموا المشهد بلغة النجارين شاكب راكب. وفي الحلقة 119 هو الخطأ الرابع أثناء ملاحقة المحارب أرطغرل ورئيس المحاربين له عندما شن هجوما على ابن الحاكم الروماني، والخطأ هنا أثناء خروج الجنديان حيث ظهر فاس أرطغرل معلق على الجندي الروماني قبل رمي أرطغرل الفاس عليه. وربما الخطأ هنا في إعادة ترتيب المشاهد غفل عنها الإخراج وموت الجندي قبل رمي والفاس. ثم نأتي للمشهد الخامس في الحلقة 180 وهو من أجمل المشاهد في المسلسل حين تباكى معظم مشاهديه وأنا منهم، وهو بين أحمد وابن عربي، وكيف وصف أحمد حاله بعد أن أسلم وما يشعر به من سعادة واطمئنان كبير ورحابة الصد. لكن ظهر خطأ ارتداء أحمد جوراب وهي إحدى البراندات المشهورة، وطبعا في هذه الحقبة الزمنية لا كان فيه حقبات مثل ذلك ولا حتى باتا، بالرغم من الانتاج الضخم لأن المسؤولين عن الملابس غفلوا عن ذلك الخطأ البسيط، وضعوا الفرصة لنا أن نستعرض ذلك الخطأ الخامس بفضل ما غفلوه عنه. وعن بوراق البطل الجديد في هذا المسلسل، هو ممثل تركي من مواليد 24 ديسمبر 1984 في اسطنبول، صنف أفضل عارض تركي في العام 2003، وأصبح ممثل معروف في الوطن العربي بشخصية بالي بيك في مسلسل حريم السلطان، واحدا من أشهر النجوم في الشرق الأوسط، كما يحظى بشعبية كبيرة جدا داخل وخارج تركيا، واعتبر من أكثر مشاهير الأتراك متابعة على الشبكات الاجتماعية حيث تابعه حوالي 12 مليون معجب من جميع الجنسيات. برز النجم التركي في مسلسلات مختلفة نجح خلالها في تقمص الدور ببراعة، ولذلك انهالت عليه العروض الدرامية والإعلانات بمقابل ملايين. وظهر الممثل كواجه إعلاني لماركات مختلفة قد بدأ الاستعداد لأداء دور جديد بشخصية مؤسس الدولة العثمانية في مسلسل قيامة عثمان. واشتهر الممثل التركي العديد من المسلسلات والأفلام والتي عرضت وبيعت لدول أخرى مثل حب أعمى الذي شاركوا البطولة فيها نسلان أدغول، حيث أن فيه مسلسل قيامة أرطغرل رسائل إيجابية وأخرى سلبية. مسلسل قيامة أرطغرل والنهوض أرطغرل هو مسلسل تاريخي تركي تناول حياة والد مؤسس الدولة العثمانية عثمان الأول، وعرض جوانب من ملامح الحياة الاجتماعية والسياسية قبيل إنشاء وتأسيس الدولة العثمانية. وتفوق المسلسل في العديد من الجوانب الفنية والقيمية والجمالية، كما أنه لم يخل من الملاحظات النقدية، وحصل المسلسل على جماهيرية كبيرة في تركيا والوطن العربي، ونال اهتماما كبيرا في دول أوروبا، وحقق أرقاما قياسيا في معدلات المشاهدات على القنوات الفضائية وعبر مواقع الإنترنت، وجذب شرائح واسعة المشاهدين. وورثت في المسلسل مجموعة من الميزات الفنية والقيمية والتي لم تتناولها بطرق مغايرة عما هو شائع في الفيلم، قيم ورسائل
أعمال درامية عادة، وقدم رسالة أصلية من نبع القيم الإسلامية في صوب اجتماعي وسياسي، كما تعرض لحقبة من التاريخ الإسلامي وتناول بطولات وصفحات الماضية لقيادات تركت بصمتها على العالم الإسلامي، خلافا للدراما التي تتعرض للتاريخ معالجات مشوهة متأثرة بضغط الواقع وكتابات المستسرقين. وتم إنتاج المسلسل بتقنيات عالية واحترافية في التصوير والموسيقى التصويرية، كتابة السيناريو وبتمييز وإتقان في أداء التمثيل والتعبير بلغة الجسد، كما تميز بتنوع الانفعالات والمشاعر الإنسانية في أحداث المسلسل، فتعرضت لمشاهد الحماسة والصراع والأكشن ومشاهد الحزن والبكاء والألم وإطلالات إيمانية ونبوية، بالإضافة للقصص الاجتماعية والعاطفية وبعض الكوميديا والطرائف. لكن المسلسل كما كل أعمال فنية لم يخل من النواقص والسلبيات والانتقادات في بعض جوانبه، سواء على مستوى التاريخ أو الدين أو الفني، ومن ذلك عدم صحة الواقع التاريخية والمبالغات الزائدة في فروسية المحاربين الخارقة للعادة، وعلى مبالغات صوفية في شخصية ابن العربي. لم تتوفر مصادر كافية لتوثيق هذه الفترة، والمصادر القليلة التي تحدثت عن هذه الفترة روت قصص مختلفة وأنساب مختلفة للشخصيات، واعتمد المسلسل في سرد الأحداث والقصص الفرعية على خيال المؤلف وعلى بعض المصادر التاريخية التركية. وقيل عن نشأة أرطغرل أنه لما ترك وطنه من فتنة جنكيز خان ملك التتار وماله إلى جانب بلاد الروم، جاء معظمهم مع أرطغرل، وكان رجلا شجاعا وبصحبته نحو 340 رجلا من بني جنسية، فعمل في خدمة السلطان علاء الدين بن أرطغرل، فأعجب به لشجاعته وقربه إليه، ثم زاد في عطاءه ومنحه بعد أن فتحت على يديه كثير من بلاد المصدر، صمت النجوم والعوالي في أنباء الأوائل. وقيل أن أرطغرل هذا كان رجعا إلى بلاد العجم بعد موت أبيه غرقا عند اجتياز واحد الأنهار، فارا من أمام التتار، فشاهد جيشين مشتبكين وقف على مرتفع من الأرض ليمتع نظر وهذا المنظر المألوف لدى الراحل من القبائل الحربية. ولما أنس الضعف من أحداه الجيشين وتحقق انكساره وخزلانه، دبت فيه النخوة الحربية ونزل هو وفرسانه مسرعين لتجد هذا الجيش المهزوم، وهاجم الجيش الآخر بقوة شجاعة عظمتين حتى وقع الرعب في قلوب الذين كادوا يفوزون بالنصر، وأعمل فيهم السيف والرمح ضربا وأخزا حتى سماهم شرا هزيمة. وكان قائد هذا الجيش الذي قام مساعدته والأمير علاء الدين في بعد، وقد قام مكافاته على هذا الفعل النبيل بإقطاع عدة أقاليم ومدن، وصار بعد ذلك ليعتمد في حروبه مع مجاوريه إلا عليه وعلى رجاله، وكان عقب كل انتصار يقطعوا أراضي جديدة ويمنحوا أموالا جزيلة، ثم لقوا بقبيلته بمقدمة السلطان لوجودها دائما في مقدمة الجيوش. وأمضى أرطغرل بعد ذلك باقي عمره في الجهاد والرباط، حتى سمى في المصادر التاريخية بغازي السور. وبعد وفاته سنة 97 و600 تقريبا، كتب السلطان علاء الدين لابنه عثمان بالأمارة من بعده، وأرسل إليه خلعة وسيفا كعادته عند تثبيت الأمراء. وتعددت الجوانب المميزة في مسلسل قيام أرطغرل، بدءا من الفكرة والرؤية وطريقة كتابة القصة والسيناريو، مرورا بالأداء الاحترافي للتمثيل وتمييز لغة الجسد، وانتهاء بالإخراج والموسيقى والمؤثرات السمعية والبصرية، حيث أن المسلسل نال إعجابا كبيرا من كل الوطن العربي وكل من شاهده.